رمزان كوجا وعائلته لجأوا إلى تركيا منذ 5 أيام فقط، 5 أيام هي كدهر بالنسبة إليهم. هربوا من سوريا من سيف الدولة الإسلامية بعد تقدم التنظيم من عين العرب الحدودية أو كوباني بالكردية بحثا عن الأمان، لكنهم أضحوا في عيد الأضحى غرباء عن بلدهم. يعني حسيت كتير غريبة، يعني من أنكم بعيدي؟ أنكم بجنبوا عيدي؟ هنا مظاهر العيد غابت، عيون الأطفال تائهة لا تدري بما يدور حولها، فيما نظرات الكبار تتجنب أن تفضح خوفها من غد مجهول. بعدما اقترب مقاتلو الدولة الإسلامية من قريتنا أطلقوا القذائف نحونا، فكان علينا إنقاذ عائلاتنا وأطفالنا. من استطاع القتال توجه إلى أرض المعركة. لقد قمت بإنقاذ 3 عائلات وأحضرتها معي إلى الحدود التركية، حيث انتظرنا لأيام تحت حر الشمس وبين الألغام. لقد مرض أطفالنا. في عيد الأضحى هم يضحون على طريقتهم، خسروا كل شيء، أرزاقهم، محاصيلهم وحتى مقاعد الدراسة، وأصبحوا واحدة من آلاف العائلات النازحة إلى تركيا، عائلات طاردها الجوع والخوف عند الحدود لأسبوع قبل أن تتمكن من العبور، عائلات تعيش كل يوم بيومه، تلتمس إنسانية المنظمات الإنسانية التركية لتجتمع حول مائدة طعام متواضعة، لعل تلك المائدة تعوض ولو قليلا عن فرحة عيد ضاعت وراء الحدود.